اهلا وسهلا بحضراتكم معانا في درس جديد من دروس كلاس روم ان ذا بوك. درسنا النهارده بيعتمد اعتماد كلي على الماسكس. الماسكس في الفوتوشوب هو درس مهم جدا، هنعرف من خلاله ايه هي انواع الماسكات اللي بتستخدم في الفوتوشوب، ويلا بينا نبتدي سريعا لان الدرس طويل ومش عايزين نتاخر. درسنا النهارده هيبتدي زي ما حضراتكم شايفين مجموعه من الصور، احنا عايزين نعمل الاند اللي قدام حضراتكم ده، وده يعتبر غلاف كتاب. هنبتدي العناصر بتاعتها كلها موجوده عندنا ونبتدي سريعا. اول نوع عندنا، تعالوا بينا بس الاول كده ايه، هذكر الانواع وبعد كده نشوف كل نوع هنشتغل عليه ازاي. عندنا حاجه اسمها كويك ماسك، كويك ماسك، والكويك ماسك بتستخدم في التحديد في السلكشن. حضراتكم مستغربين ان بنستخدم ماسك في سلكشن، لا احنا بنستخدم الماسكات في سلكشن طبعا. زي ما حضراتكم عارفين ان السلكشن هو احد ركائز او احد اهم الركائز في برنامج فوتوشوب. بنستخدم السلكشن في 50 أو 60% من البروجكتس بتاعتنا، او بيعتمد عليه الفوتوشوب اعتماد كبير ازاي نعمل سلكشن. احنا تطرقنا لده في دروس فاتت، بنعمل سلكشن باكتر من طريقه، والنهارده بنتعامل مع طريقه او طريقتين جداد في طريقه عمل السلكشن. اول طريقه عندنا هي الكويك ماسك، ازاي نعمل الكويك ماسك او سلكشن عن طريقه. في لسه كتير سيلكشن، في لسه سيلكشن، وهنشوف في الدروس اللي بعد كده ان شاء الله. يبقى احنا عندنا مبدئيا كده الكويك ماسك، والكويك ماسك ده بيستخدم في عمل السيلكشن. عندنا بعد كده ماسك تاني وبيسمى باللاير ماسك، لاير ماسك على نفس اللاير اللي احنا بنشتغل عليها. كمان عندنا ما بين او العلاقه ما بين لاير والتاني، وده بيسمى بكليبنج ماسك. يبقى احنا كده عندنا ثلاث انواع للماسكات. تعالوا ناخد الاول، النوع الاول هو السليكشن ماسك. احنا عندنا الاربع صور اللي قدام حضراتكم دول، من خلالهم احنا هنبتدي نعمل كاستمايزيشن ليهم بحيث ان احنا نوصل ليه. تعالوا نبص سريعا كده، احنا عايزين نعمل الشكل اللي قدام حضراتكم ده. مش عايز اطول على حضراتكم، اول حاجه عندنا تعالوا نقفل كده بقيه اللايرز عشان ابقى واضح وشايف ايه اللي هشتغل على ايه. انا هشتغل على التمثال ده، الهدف من اني اشتغل عليه ان انا افرغه من الخلفيه اللي وراه، هعمل له سيلكشن. طيب هعملها عن طريق ايه؟ عن طريق الكويك ماسك. لو انا ضغطت على الكيبورد على كيو، هضغط على كيو هيروح اوتوماتيكلي على الكويك ماسك. بس قبل ما اضغط على كيو هرجع تاني بالكيو برضو. لازم نتاكد من حاجه مهمه جدا، هذا النوع من الكويك او من الماسكات بيستخدم البرش، وعشان استخدم برش يبقى انا هلون. افضل طريقه للتلوين لازم اتاكد، دي حاجه مهمه جدا لازم اتاكد. بصوا حضراتكم كده على الشمال، لازم اتاكد من التلوين بتاعي ان انا عندي لون اسود ولون ابيض، عندي حاجه اسمها فور جراوند وباك جراوند، فور جراوند وباك جراوند للالوان، تمام، الاسود والابيض، تمام. طيب اتاكد الاول ان انا واقف او على اسود وعلى ابيض، تمام. لازم ناخد في اعتبارنا، طب انا واقف على حاجه تانية، شايفين المربعين اللي تحتيهم، هكبر الصوره عشان حضراتكم تاخدوا بالكم منهم، هم دول لو حضرتك مش عامل يعني حاجه كده، مثلا هعمل لون ده لون احمر، حاجه هنا مثلا هعمل اللون ده لون ازرق على سبيل المثال مثلا. طيب انا بشتغل عايز اعمل كويك ماسك، اول حاجه اتاكد ان الالوان اللي حضراتكم شايفينها دي ترجع للون الاسود والابيض. ازاي؟ مجرد الضغط على المربعين الصغيرين اللي تحتهم هيقلب لاسود وابيض، تمام. اتاكدت اسود ابيض، تمام، مفيش اي مشكله. شايفين اللي تحتها دي هي دي الكويك ماسك، اديت ان كويك ماسك مود، تمام. يا اضغط عليها يا اما اضغط على الكيو في الكيبورد. انا بستخدم شورت كات علشان السرعه
زي ما عودنا حضراتكم على اني بحاول بقدر الامكان اني استخدم شورت كات للسرعة. تمام؟ حضرت عليها اصبحت انا جوه كده ايه جوه المود بتاع ايه الكويك بتاعي الكويك مود. انا واقف على السليكشن لا بروح اقف على البرش كويس بروح على البرش وابتدي اعمل عملية تلوين. هكبر اللون بتاعي شوية عايز اللون كده هكبر شوية مثلا 70 او 60 تمام وهبتدي اعمل تلوين تمام هبتدي اعمل تلوين لمين للتمثال انا مش عايز غير التمثال كويس هعمل تلوين للتمثال لو ضغطت تاني على الكويك ماسك ارجع للمود العادي بتاعي بيعمل ايه بيعمل لي سيليكشن بيعمل سيليكشن يبقى انا هرجع تاني بتظهر اللون الاحمر وابتدي اشتغل انا واقف او اللون بتاعي اللي انا بشتغل بيه على البرش هو اللون الاسود اذا اللون الاسود هو بيعمل ايه بيعمل عمليه تلوين للتمثال. طيب تعالوا بينا نغير كده اللون تعالوا كده نغير اللون هغير اللون ازاي يا اما اضغط على اكس هضغط على اكس في الكيبورد او اني اغير من السهم اللي فوق اللي حضراتكم شايفينه ده كده انا ضغطت عليه او هضغط على اكس بصوا كده حضراتكم على الشمال اتغير اكس كده انا بلون باللون الابيض معنى ان انا لون باللون الابيض يعني ايه يعني بمسح اللي انا عملته بعمل عملية مسح او اريز للايه للون اللي انا عملته هستفاد منها في ايه هستفاد منها في المناطق اللي مش عايزها تظهر هبتدي اشتغل على التمثال تمام وهخلص ونشوف بعد كده هنعمل ايه انا كده خلصت الكويك ماسك انا لونت التمثال بشكل كويس الى حد ما تمام هبتدي ده السليكشن بتاعي لاحظوا ان انا ماسك السليكشن بتاعي ما عدا ايه ما عدا التمثال طيب انا دلوقتي عاوز اشيل الخلفية من على التمثال هستخدم النوع الاخر من الكويك ماسك بدون ما اعمل ديليت للايه للخلفية الخلفية هتفضل موجودة كل الحكاية ان انا هخفي الخلفية وهظهر التمثال او العكس ازاي هروح شايفين تحت كده هتلاقوا تحت جنب علامة الاف اكس تحت كده هتلاقوا حاجة اسمها اد لير ماسك هضغط عليها هو خفالي الايه خفالي التمثال وظهر ايه وظهر الخلفية طب انا عايز اعمل العكس هروح للبروبرتيز زي ما حضراتكم شايفين هروح للبروبرتيز كل اللي عليا هعمله هعمل ايه هعمل انفرت اعكس فكده بيظهر التمثال ويخفي لي الايه الخلفية كده يبقى اول حاجة خلصت تعالوا بينا ناخد حاجة تانية عندنا حاجة تانية الا وهي مثلا الباك جراوند تعالوا نخفي كده التمثال عشان يبقى الامور واضحة الباك جراوند انا عايز اشتغل على الباك جراوند فيها عليها قفل مجرد ما هضغط ضغطة واحدة على القفل ده هيبتدي ايه يفتح الشغل بتاعها كويس طيب انا عايز ايه من الباك جراوند انا عاوز الشباك او الشكل ده انا عايز اظهر الجاردن اللي هي دي ورا الشباك اول حاجه هعملها ان انا هنقل او هنزل الجاردن دي تحت بحيث انها تظهر ايه تظهر من ورا طيب عايز اعمل سيليكشن للسيان او الشغل الازرق ده وافتح الشباك ده بحيث انه يظهر الايه يظهر الجاردن دي اعمل ايه هعمل سيليكشن على الشغل ده تعالوا كده نعمل سيليكشن الامور هنا صعبه شويه هتلاقوا في فراغات كتير مهما ما هعمل سيليكشن هيبقى الامور صعبه هياخد مني وقت كبير تعالوا نعمل حاجه بسيطه جدا برضو عن طريق التشانل تعالوا نروح كده على التشانل ونبص على الشغل ده هلاقي ان انا لو شلت اليلو مثلا او شلت الماجنتا وممكن نشغل مثلا ايه على السيان فقط لاحظوا كده انا شغال دلوقتي على السيان لقيت الوضع ايه بصوا كده
بمجرد ما هختار انا عملت ايه، انا عدلت في التشانلز او في الالوان اللي داخله لي، بحيث ان انا اقدر اعمل عليه سيلكشن. انا في الاخر بعمل سيلكشن للالوان. لاحظوا يا جماعه انا بعمل سيلكشن على لون، وبالتالي انا عشان اختار اللون بشكل سهل لازم يكون اللون بتاعي سوليد او لون واضح، يكون اختياره سهل وسريع. وبالتالي انا كل اللي انا هعمله ان انا ايه، هروح اختار من التشانلز بتاعتي لون واضح، سيان او الماجنتا مثلا برضو بيأدي تقريبا نفس الدرجة، وهبتدي اعمل ايه، هبتدي اعمل هختار او هعمل عملية سيلكشن، هعمل عملية سيلكشن، تمام، هعمل عملية سيلكشن بمنتهى البساطة كده، يبقى انا ايه الامور واضحة بالنسبة لي. طيب نفس الكلام هرجع للسيم واي كي تاني، بعد ما عملت عملية السيلكشن بتاعي هروح اعمل ايه، هروح اعمل ماسك. تعالوا نعمل ماسك، لير ماسك، نفس الكلام روح للبروبرتيز وهعمل له انفيرت. لاحظوا كده خلاص ظهر لي الايه الجاردن تحتها، مفيش اي مشكلة بعد كده. كده يبقى انا عندي ده اللير ماسك، تمام. تعالوا نعمل ايه بعد كده، تعالوا نعمل ال تعالوا نعمل الايه الرايت. هعمل ماسك الاول، كويس، هعمل ماسك الاول، هضغط على الماسك الاول. الماسك بنفس الاسلوب، نفس الفكره، انا عندي اللون الابيض بيخفي واللون الاسود بيظهر. اوكي طيب نعمل ايه، انا واقف كده هبتدي اروح للجريدينت، تمام، وانا واقف على الماسك. لاحظ انا مش واقف على الصورة، انا واقف على الماسك. هضغط واسحب، عمل ايه، عمل عملية اخفاء، عمل جريدينت وعمل عملية اخفاء واظهار بالجريدينت. تاني هضغط هسحب هنا مثلا، كويس، ده تالت حاجة لازم نخلصها. طيب بعد كده ايه، عندي ادي التمثال بتاعي. طيب انا كده خلصت الصور، عايز اعمل ايه تاني، عايز اعمل غلاف للكتاب. بصوا كده حضراتكم، ادي غلاف الكتاب عندي من فوق ومن تحت، لازم واظبط الايه، واظبط الشغل من النص. طيب نبتدي نعمل ده ازاي. انا لو اشتغلت مثلا بالكروبينج او اشتغلت بالايمج سايز، ان انا اعدل على السايز، هبوظ لي الصوره او هتعمل لي دامج للصور. طب نعمل ايه، هشتغل على حاجه تانية عشان اعدل دي بروفيشنال شويه، ان انا اعدل على ابعاد الصوره من غير ما ابوظ اجزاء او الصور اللي داخل البروجكت بتاعي. اعمل ايه، هروح على ايمج، اروح على كانفاس سايز وابتدي اعدل. انا هنا بيشتغل بالانش، انا هروح اشتغل بالسنتيمترز عشان الشغل بتاعي بالسنتيمترز. عندي الويدث ب 15 سنتي، اوكي ماشي. عندي الهايت 12، لا انا مش عايز 12، انا عايز اشتغله بكتاب مثلا، حجم او الغلاف بتاع الكتاب بتاعي الهايت بتاعته بيبقى طبعا عالي، وهو هيبتدي يظبط الابعاد بتاعتي، وليكن مثلا 21. انا مثلا هشتغل على 21 او 22 مثلا او 23، مفيش اي مشكله. في النهاية بعد كده بيتعمل له كروبينج، ما فيش أي مشكلة. هنشتغل مثلا كام، نقول 21، تمام، وهضغط أوكي. عمل لي غلاف كويس جدا إلى حد ما، مظبوط كويس للأبعاد بتاعتي. طيب بوظ حاجة؟ لا مفيش حاجة باظت، مفيش أي حاجة من الشغل اللي تم باص. كل الحكايه ان هو عدل الابعاد بتاعتي، بدل ما هي كانت 12 عملها 21. كويس تمام كده. طيب في ايه تاني؟ تعالوا بقى نعمل الايه، المقدمه بتاعت الكتاب من فوق ومن تحت، وده اللي هيخلينا. تعالوا كده، في عندنا في الدرس حاجه اسمها بيبر، احنا عملناها قبل كده في الصوره لو حضراتكم متذكرين، ده اعتقد في الدرس الرابع. هسحبها كده ولاج، عندي مشكلة طبعا، عندي
الصوره نفسها ايه السايز بتاعها. انا هصغر السايز شويه كويس، او ممكن اخليها بس ايه انا عشان اوضح لحضراتكم حاجه مهمه. عايز اشيل الجزء ده زي ما تعودنا، هنروح اظن الموضوع بقى سهل دلوقتي. كل الحكايه ان انا هروح على الريز الريز تول، هروح على الماجيك ريز تول وهضغط على الجزء الابيض بس. ادي كده كل الحكايه تمام. هكبر تاني بقى عشان ايه تاخد المقاس بتاع الكتاب بتاعي، وليكن كده مثلا تمام كده كده اعتقد كده كويس، اعتقد كده كويس تمام. طيب ايه تاني عايز اخد نسخة منها؟ هعمل كنترول جي، هعمل كنترول جي او هسحب وانا ضغط على الالت ايا يكن، هعمل نسخة تانية من اللاير 1 او من البيبر دي. هعمل نسخة تانية تمام. عملت كده نسخة، عملت كوبي، انا ضغطت على كنترول جي تمام، هسحب وهنزل بيها لتحت تمام في الجزء اللي تحت. طيب الجزء اللي تحت عايز اعدله، هعمل كنترول تي، ممكن كليك مين، هقول له فليب فيرتيكال. فليب فيرتيكال بيعملها لي زي اللي فوق او عكس اللي فوق. هنزل بيها لتحت لحد ما ايه اوصل لمرحله كده كويسه، الى حد ما كده كويسه يعني شبه ايه الجزء تمام، يعني بحيث ان انا اغطي على الجزء على الجزء اللي انا عايز اغطي كده. الامور تمام ما فيهاش اي مشكله تمام. فاضل ايه؟ فاضل التلوين، او فاضل مثلا ايه ان انا اعمل الكلمه، اعمل الكلمه والايه والاوثر بتاعي او اللي هو الكاتب. هنعمل ايه؟ هنكتب الكلمتين بتوعنا ايا يكن الكلام التكست، ولكن انا عندي بقى يعني ايه الريتاتشنج او الايه الشغل النهائي. ايه الشغل النهائي بتاعي؟ انا عندي الالوان او نظام التلوين بتاعي. تعالوا ناخد بينا اسلوب جديد في التلوين، وناخد الايه الجزء الثالث بتاعنا من الماسكات وهو الكليبنج ماسك. تعالوا بينا الاول ناخد او نعمل ايه، هنعمل تلوين. انا ده الكوبي، ده اللي هي النسخه الثانيه وده النسخه الاولى. خلينا ايه عشان بس الامور تبقى واضحه، دي النسخه الاولى اللي هي اللي فوق، دي النسخه الاولى اللي هي اللي فوق، وهتبقى شبيهه لها اللي تحت يعني ما فيهاش مشكله تمام. انا ممكن اضمهم على بعض في لاير واحد وابتدي اشتغل عليهم، ممكن اعملهم كلاير واحد واشتغل عليهم يعني كاضافه، يعني ممكن اضغط على الاثنين لاير دول كده واعمل له طب ميرج لاير، ميرج لاير عشان اشتغل عليهم مره واحده تمام. بقوا كده ايه، بقوا قطعه واحده اوكي. دي اضافه من عندي يعني، ده مش موجود في الدرس، ولكن انا بحاول اسهل على حضراتكم الايه الشغل، وان احنا من إيه نحاول نقلل بقدر الامكان الايه إيه عدد اللايرز اللي موجوده علشان تسهيل الشغل مش اكتر يعني. هنعمل ايه تاني؟ هنروح على حاجه بسيطه جدا جنبها كده اسمها الايه، اسمها الهيو، هيو اند ساتوريشن او هيو ساتوريشن كويس. ايه الهيو ساتوريشن؟ اللي هي بتعمل عمليه تعديل على اللون. لاحظ كده دي الالوان بتاعتي وده الايه، لاحظ كده عمل ايه، عمل زي لير ماسك للايه للالوان، لنظام الالوان. بيعمل على ايه بقى نظام الالوان؟ بيعملها على، لاحظوا كده بصوا كده بيعمل ايه، بيعمل بيغير نظام اللون. انا ممكن مثلا ايه نختار اللون مثلا قريب من اللي هو اللي عامله، مش متذكر هو عامل لون ماشي، هعمل لون زي ده كده. انا عايز اغير يعني، نعمل لون تاني خالص مفيش اي مشكله يعني. مش لازم اللون هو اللي عامله يعني، هو داخل هنا في الدرجات دي كده. تعالوا نعمل اللون ده مثلا على سبيل المثال، ده لون كويس كده تمام. طيب ولكن لاحظوا كده اللون اللي انا عملته ده، طبعا هقفل البروبرتس عشان تبقى الامور واضحه شويه. اللون اللي انا عملته ده هو مغطي على ايه يا جماعه؟ مغطي على كل الليارات اللي تحته، مغطي على كل الليارات اللي تحته. لاحظوا كده عشان نقفل كده عشان غير الالوان بتاعت كل حاجه، بتاعت الصور كلها انا عاملها، وبالتالي هو ما بيغيرش هنا فقط. طب نعمل ايه في الحاله اللي زي دي؟ نعمل حاجه اسمها كليبنج ماسك. كليبنج ماسك ما بين تو لايرز، ما بين اتنين لايرز، هي اظهار واخفاء للجزء اللي انا باثر عليه. ببساطه شديده كل اللي انا عليها هعمله ان انا هضغط على الالت وحاجي ما بين الاثنين لايرز دي، هلاقي مربع
طلع بسهم كل الحكاية ان انا هضغط هعمل ضغطة بس كده يعمل ايه؟ هو كده اثر على اثر لي على اللير 1 فقط، هو اثر على اللير 1 فقط وحافظ لي على الايه، على بقيه الايه، على بقيه الصور او بقيه اللايرز اللي تحت منه ما اثرش عليه. يبقى هو ده بيأثر على اللي تحته فقط، او بيخلي الجزء اللي تحته هو عباره عن ماسك يظهر الايه الافكت اللي فوق. كده احنا تقريبا خلصنا الدرس بتاعنا، فاضل بس اللي هي الايه الكتابات، وفاضل حاجتين بساط قوي هنقولهم ان شاء الله دلوقتي ببساطه شديده. هنعمل تكست، هنضغط كده احنا هنعمل تكست، مثلا هنقول مثلا زن على حسب الايه، زن مثلا تمام مثلا كمثال يعني، هو قاعد يعدل عليه ويشتغل عليه يعني، اختار فونت كويس اختار وهكذا. برضو هعمل اوثر، لاحظوا دي برضو حاجة يعني افكت في الشغل، ده ملهاش علاقة بالفوتوشوب ولكن لها علاقة بالشغل او بالذوق العام او بالايه بالتصميم او لتصميم كتاب. عنوان الكتاب يا جماعة لازم يكون واضح وصريح وقوي وكبير واخد على الاقل التلت او الربع، هنا في الربع تمام. لازم يكون واضح سهل القراية سهل كل حاجة على الفونت، ما يبقاش في لعب كتير يعني في الفونت. ليه؟ لان انا لو حاطط كتاب من على بعد مثلا متر مترين تلات امتار، لو حد نظر للكتاب ده يبقى سهل عليه قراية العنوان، ودي تعتبر يعني ايه زي اضافة بسيطة كده على لأسلوب او طريقة عمل كتاب او غلاف كتاب تحديدا. نكمل هنعمل ايه تاني؟ هنعمل الاوثر. الاوثر دايما بيبقى تكست بسيط جدا سهل واضح، ولكن مثلا ايه محمد طبعا مش هينفع الفونت او السايز ده مثلا. اوكي ماشي. لاحظوا يا جماعه النسب مهمه جدا، بص كتير من فضلكم حاولوا ان انتوا يعني تعملوا حاجه اسمها تغذيه بصريه. يعني ايه تغذيه بصريه؟ يعني حضرتك تشوف على تبص على صور كتير، تخش على جوجل تعرف مواقع فيها تغذيه بصريه، ناس بتعرض شغلها، الذوق العام ماشي ازاي، الدنيا ماشيه ازاي. كل لما حضرتك هتبص وتشوف اغلفه كتب كتير هتكتشف او هتبتدي يبقى عندك ثقافه كيفية عمل بفكر. هي الموضوع هنا احنا تولز في النهاية، يعني لاحظوا يا جماعة احنا في النهاية تولز، شاكوش بيصلح اساس عندك وهو التصميم نفسه. الاهم هو غلاف الكتاب نفسه، الفكرة اللي بيقدمها غلاف الكتاب، العنوان المهم، العنوان الثانوي وهكذا. وبالتالي دي حاجة مهمة جدا، يعني لازم العنوان يبقى كبير عشان الناس كلها تقراه، او وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه تحت خطين كده فزلكة، ما يبقاش فيه فزلكة. كل ما كانت التكست او كل ما كان الفونت بتاعك بسيط وسهل وسهل القراءة، وكمان ما يبقاش عليه افكتات كتير تبوظ من شكله او تبوظ من قيمته، كل ما كان افضل. البساطة هي افضل حلول وافضل شيء في اي تصميم، في اي تصميم سواء كتاب سواء سوشيال ميديا او اي حاجه، البساطه هي الافضل دايما. تريكه صغيره، خلصنا مثلا العناوين بتاعتنا هنحط عليها افكتات بسيطه. طيب في ايه تاني؟ في حاجه بسيطه جدا وهي الفلاتر. انا عايز مثلا لاحظوا كده، انا هبص هنا على الجاردنز دي، عايز ابين ان هنا في ازاز تمام، عايز اوضح مثلا ان الجزء ده فيه زجاج او فيه او ايه او منغمش شويه. هنعمل ايه؟ كل الحكايه ان انا هروح على الفلترز تمام. هلاحظ حاجه مهمه جدا، لاحظوا كده معايا، دي تريكه برضو عايزين نحطها كهنت كده بسيط، كنوع من انواع بونص يعني. بصوا كده الفلتر جاليري مقفول، خدتوا بالكم؟ الفلتر جاري مقفول، بعض الفلاتر مش موجوده، ال3 دي مش موجود، بلور موجود مثلا هنا، الاجزاء دي موجوده ولا
ولكن بعد هنا الفلاتر فانكشن بوينت مش موجود، لينس هنا كوركشن، كاميرا رو، الحاجات دي مقفوله. ليه بقى مقفوله؟ بعض الفلاتر او اغلبها مقفول. طب ايه الحكايه؟ ايه الحكايه؟ الحكايه وما فيها ان احنا بنشتغل ايه؟ شال طباعه. وبالتالي تعالوا كده على الايمج، على المود اللي انا بشتغل عليه، انا بشتغل على مود اسمه ايه؟ اسمه سي ام واي كي كولر. وبالتالي سي ام واي كي كولر هي الوان محدوده او الوان طباعيه لا ينطبق عليها انواع معينه من الفلاتر. طب انا عايز افتح كل انواع الفلاتر، عايز اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ببساطه شديده ان انا هعمل عمليه تغيير للمود بتاعي، هغير المود بتاعي. هعمل ايه؟ هغيره للايه؟ للار جي بي كولر. هضغط على ار جي بي كولر، بيبتدي يديني رساله، بيعمل لي وارنينج، خد بالك انا هعمل تشينجينج، هغير في الليرات، هغير في الادجستمنت بتاع اللايرز، هعمل تغييرات كبيره. ها نغير، نعمل التغييرات دي. لو ضغطت على ميرج هيعمل تغييرات على صوره واحده، هيعمل ميرج لللايرز كلها ويبتدي يشتغل على ايه؟ على لاير واحده. انا طبعا مش هقول له ميرج طبعا، يعني انا عايز كل لاير لوحده، فهقول له اوكي عادي جدا. بدا يعمل لي تغيير كامل في ايه؟ في المود، بقى اصبح المود عندي ايه؟ متغير. وبالتالي هو شال لي ايه؟ هو شال لي، لاحظوا، هو شال لي الهيوز ساتوريشن او اللون اللي كان شغال على سي ام واي كي، لان هنا الوان مختلفه، الوان الار جي بي مختلفه، وبالتالي اللي هي درجات اللونيه اللي انا كنت بشتغل عليها شالها. تمام. طيب الحل، الحل ان انا اعملها تاني، الحل ان انا اعملها تاني. هعملها سريعا، الموضوع بسيط قوي ما فيهوش اي تعقيدات. ادي الهيو ستريشن بتاعي وابتدي اعمل ايه؟ الالوان بتاعتي اهي هنا ببساطه، هنا مثلا كده ماشي، بس ما فيهاش اي مشكله. طبعا غيرت في الكل، هعمل الكليبنج بتاعي بس. طيب عايز اعدل بقى، تعالوا كده نبص، هضغط على فلتر، كل حاجه اتفتحت، لاحظوا فلتر جاليري كل حاجه اتفتحت. هضغط على الفلتر جاليري بتاعي، انا كده بشتغل على مجموعه هائله من الفلاتر. اتمنى ان حضراتكم تطبقوا ده بايديكم، اتمنى ان انتوا تعملوا تعديلات كامله، تبصوا على الفلاتر كتير، على انواع الفلاتر دي او على الانواع اللي موجوده، انواع كتيره جدا. انا كل اللي هستخدمه هستخدم انا ايه؟ الجلاس. هضغط كده بس على الجلاس، تمام، وهقلل شويه عشان يبقى باين واضح. هقلل كمان بحيث مثلا ايه انه يبقى واضح شويه، وليكن كده واحد كويس. السموزنج مثلا كده كويس، هعلي السموزنج عشان يبقى ايه؟ واضح كانه ايه؟ جلاس. تمام اوكي، كده اداني ايحاء، طبعا هو مش واضح قوي ولكن ايه الى حد ما، ان كان في ازاز وببص من خلاله يعني. نفس الكلام هنا، هشتغل برضو هنا، برضو هو حط فلتر هنا على الايه؟ على الخلفيه دي، عملها موزايك اعتقد هنا كده، بصوا لاحظوا هو هنا علّى شويه موزايك. تمام، ممكن نعملها برضو بنفس الوضع، فلتر تمام، فلتر جاري يعني مش شرط، يعني مش لازم، ممكن في حاجات افضل، ده اختيار شخصي في النهايه، اختيار هو تقريبا عمل ده اوكي، ادالها احساس اعلى، ده اختياري طبعا. الحاجات دي بتبقى بترجع للذوق العام او بذوق المصمم نفسه او حسب الشغل بتاعه او حسب هو شايف ايه الحاجه الكويسه او ايه الحاجه الوحشه. اتمنى ان حضراتكم استمتعتم بالدرس بتاعنا واستفدتوا بيه، ده اهم حاجه. احنا منتظرين تعليقاتكم، اسئلتكم، تشجيعكم لينا بلايك وشير للدرس، والاشتراك كمان في القناه وتفعيل جرس التنبيهات. مع السلامه.